هلو، انا اسمي مانويل غالي، نيك نايم مانو. انا دكتوراه في المشوره الزوجيه الاسريه والتحليل النفسي الكلينيكي. الحقيقه من بعد حادثتي ومن خلال اجتماعات عده وكوني كموتيفيشن سبيكر من سنه 2009، شفت الاحتياج والعطش والجوع الى كونسلر يكون بيشعر ويفهم نبض الناس، يكون بيفهم في المشوره الزوجيه والاسريه وايضا في التحليل النفسي الكلينيكي. لذلك كانت الماجستير الأولى بتاعتي في المشورة الزوجية والأسرية، والماجستير الثانية بتاعتي كانت في التحليل النفسي الكلينيكي. أنا بعمل مشورة فردية مع شباب من سن 17 سنة فيما فوق، وبعمل مشورة مع كابلز سواء متجوزين أو بعد زواج وفي حالات الطلاق، وأيضا في البلاندد فاميليز. في الحقيقة استخدام حادثتي is a huge motivational boost، ودافع قوي كبير جدا الناس ان يشوفوا حد ما عندوش اي قدرة جسدية. حادثتي حصلت وانا في ثالث سمستر في الجامعة الامريكية كمهندس ميكانيكا يوم 21 نوفمبر سنة 2003 الى يومنا هذا. شاب طريح فراش مصاب بشهر رباعي التام، ووصل الى شهادات علمية مرموقة جدا. مش بس كده، وكمان هو بيساعد الناس يتغلبوا على الصعاب اللي هم بيعدوا بيهم، وكذلك يكونوا ناس عارفين ان هم يكونوا فعالين او منتجين في المجتمع، سواء دول لو سينجلز او متزوجين او حتى سينجل بيرنتس. لذلك انا جاي اعرض فرصة للانفسترز لرواد الاعمال في المجالات المختلفة ان احنا نعمل زي سبونسرشيب بروجرام، برنامج شراكة. انا ممكن اكون شغال مع شركات حضراتكم في مختلف الاورجانيزيشن، سواء كانت مصنع، شركات، مدارس، مستشفيات، جامعات، او افراد بعينهم سواء كانوا فاميليز او ناس حضراتكم تعرفوا تحبوا ان انتم ترشحوا لهم ليا. اقدر اعمل جروب سيمينارز لمجموعه من الافراد سواء كانوا امبلويز اتش ار او كريكوردد فيديو كانتري سيشن او كانتري ليفل لي ايا كان مختلف المجالات اللي حضراتكم تشتغلوا فيها. لي ايضا افكار للاي اي وكيفيه استخدام الاي اي والذكاء الاصطناعي، ان هو كمان يعلمه ازاي يعمل كونسلنج يكون بيميتيت ماي ستايل اوف كونسلنج، يكون بالظبط يعني بدالي مانو التاني. ان الاي اي بروجرام ده يكون زي تيتشبل ورك ستيشن بروجرام، بحيث ان انا اقدر اعلمه ازاي ان هو يعمل كونسلنج في الوقت اللي انا فيه ما كنتش متاح، فيقدر يعمل كونسلنج في عده من السيشنز simultaneously في نفس الوقت في جميع لغات العالم حول مدار اليوم 365 يوم في السنه. جاي اعرض على حضراتكم ايضا برنامج شراكه، بحيث ان احنا نقدر نديفايد السيشن فيز وطبعا البروفيت من الاي اي بروجرام. كذلك نقدر نعمل بروموشن فيديوز على مختلف الويب سايتس بتاعت السوشيال ميديا او مختلف البلاتفورمز. كذلك في فيديوهات خاصه للشركات بعينهم تبقى حاجه تيلرد للاشغال اللي حضراتكم بتشتغلوا فيها او الحاجات اللي تحبوا توجيه توعيه ما المنتل هيلث عموما ليها. مقولة مهمة جدا، if you're not mentally healthy you cannot function physically، يعني لو انت مش بصحة نفسية جيدة مش هتقدر ان انت تتعامل او تعيش او تتعايش بصورة جيدة. نطلع الى الفرصة اللي احنا نتقابل فيها face to face او من خلال الكاميرا اللي يكون لنا وقت نتقابل فيه مع بعض to discuss further with the details. مرسي لكم.